ثقافيا نقول معناها غساله النوادر، لكن كذلك معناها هذه الفتره من السنه الاسابيع الاخيره شهر اوت حتى الاسابيع الاولى من شهر اكتوبر، هذه في العاده تشهد عواصف معناها ممكن تكون مرفوقه بامطار، كميه امطار كبيره. هذا معطى علمي مناخي لازمنا ناخذه بعين الاعتبار معناها في التحليلات نتاعنا، ولازم نزيد ننسقوا وراء التهويلات وناخذوا المعلومه كان من الاطراف المختصه، نتبعوا النشاط مع الوطني الغاص الجوي، ممكن فما بعض المختصين على التواصل الاجتماعي كلامهم صحيح، فما بعض الاخرين كلامهم بعيد كل البعد على الواقع، معناها هذا لازمنا نعرفوه ونقروا به، وهذا معناها ما لازمناش لازم نصنعوا ثقافه نتاع هستره معناها من اللي ممكن يصير، بالتالي اللي يصير معناها لازم نتبعوه نصيب من الحاضر، ولكن دون تهويل ودون الامور ما تخرج على نطاق. نعم فما امطار منتظره، لكن شدتها هي الامر اللي فيه اختلاف، واللي ممكن خلال ايام كل ما تقرب الفتره معناها اللي قبل الامطار ممكن نعرفوا بها اكثر المعطيات هذيك، وتكون معطيات اكثر صدق واكثر تميل اكثر للصحه.